لازم اعطي هذا القرش لابو فله خلال 30 يوم من اليوم يبدا التحدي. لا تنسى لايك والاشتراك وخش على المقطع. هلا ابو فله حسن حبيبي، ايش اخبارك؟ القرش متى بيوصل؟ بعد خلال 30 يوم بالضبط، فانت استنى حرفيا راح اجيك 30 يوم بيتك على دبي. فيلا يا حبيبي، راح يكون في شروط لهذه السلسلة. أول شرط، كل الفلوس اللي لازم تجيبها لازم تكون من القرش، والأكل والمكان والنوم والتذكرة الطيران وكل شيء لازم يجي من هذا القرش، ممنوع استخدم أي شيء من برا. من هذه السلسلة راح سويها إنه نتبرع للناس المحتاجين في الشتاء واللي ما عندهم ملابس يلبسون، ما عندهم مكان يدفوا، فتلاقوا الرابط تحت اللي حاب يتبرع. ومره شكرا، وكل من وصل المبلغ المطلوب راح ازيد 20 دينار عليكم من التصوير اني قاعد اسوي من جوال، وراح ابدا من قرش واحد، ومن هذا القرش خلال 30 يوم لازم نوصل لعند ابو فله واوصل له اياه. فيا يسالني كيف القرش هذا راح يوصلك لدبي وتروح تذكره طيران وكل حاجه، فالحين بنوريكم كيف تطلع من قرش تذكره طيران. ليش تدفعني؟ اسمع عندك شيء غير هذا؟ شوف هذا عطاني ربع بدال القرش، عندك شيء؟ يعني حلو بتكون، ايش رايك؟ عطني دينار اي حاجة. والله ما في ولا حاجة ولا حاجة. يعني خلاص اخذ الربع. الربع هاي من الولد. ايوه هو يبغى يبدلنا اياه. نبدل يعني احسن اتفاق باخذ، نبدل هذا ناخذ ربع. حلو حلو، يعطيك العافيه، خذ القرش شكرا. يلا اللي بعد اللي بعد النص دينار الحين لا ادري. اتوقع لقينا واحد يجيب لنا شيء بدل القرش. ما بقى اي شيء اعطيك الربع تعطيني بداله، اروح اقدر اجيب فيه منه شيء احسن. الحمد لله يا رب يعطيني شيء كويس عشان نوصل لابو فله. ابو فله جايب جايب مع القلم ولا مع النص؟ الكلام النص اوكي شكرا ديل شباب، حصلنا نص دينار الحمد لله، الله يعطيك العافيه شكرا. فالحين لازم نروح نصير دينار، يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو. ان شاء الله بنبدل النص بنصين، فهذا هو يعطيك العافيه، هذا شكرا، هذا النص، هذا نصين. فالحين وصلنا دينار اخيرا بعد ساعتين تعب، فالحين نروح نشتري مويه. يعطيك العافيه شكرا ونكمل معك. طيب الحين تسألوا لي ايش راح اسوي بالنصين، انا راح اشتري قروت مويه كبيره وبعدين راح اصير ابيعها ونحاول نوصل مبلغ اعلى. يلا بسم الله، يلا يلا هي اللي بشتريها بدينار واحد، سته من هذول. اوه لا تقدر يا حبيبي، يلا 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 اللي بعده اللي بعده. شوفوا وصلنا لقروره المويه من قرش، زين شوف هذه القروره تقريبا ببيع الوحده بدينار طلع 5 دنانير بروفيت. حلو حلو. والمايك كيف اصوات؟ تبوني اجيب مايك انه هذا خارج المقطع، فايش رايكم ان اكمل عالي زي كذا؟ ايوه بدك تشتري يعني، يعني شوف اسمع بحث يعني هذا مثلا دينار، انت مثلا خذ قد ما بدك. خذ قد ما بدك من اشرب مي ورجعها. لا انه مثلا تشتري وحده تعطيني دينار مثلا تروح توزع على احد او ايش زي يعني زي ما بدك. بدك تشتري كم حبة بدك تشتري؟ طيب ما بيش اشتري انا عادي باخذ وبس مادة. ما بدك تشتري؟ لا عادي بعطيك يعني كيف مساري قصدك. واعطيك مي؟ لا ما بدك؟ خلاص اوكي انا موافق اوكي ما عندي اي مشكلة. اعطاني تقريبا ربع، فهذا الربع حق الموية، فاذا في الحين يمكن اعطي واحد موية ببلاش. بس خلينا نجيب الاول، اول شيء خلينا نعوض الخسائر بعدين بنصير نروح نطلع اشياء زين. يلا ربي يشتري مويه، كلهم يقولوا غالي، شكلي حخفض السعر. يا والله تعبت يئست يا شباب، بس عندين عندين. بعد ساعتين تخيل لي ساعتين قاعد احاول ابيع هذه القوارير، فالحمد لله لقيت ناس واخيرا بيشتروها. تقريبا كم تبغى تشتريها؟ نص دينار. اوكي نص تمام تمام. هذا هو طبعا يعطيك العافيه، اخيرا بعد ساعتين لقيناها. يا حبيبي اعطي النص، هذا النص يا شباب، واخيرا هذه المويه وصلت. يعطيك العافيه شكرا. لقينا الزبون الثاني اللي اخيرا راح يشتري القروره هذه بنص، فيعني باقي 4 حبات زي ما تشوفوا. فيعطيك العافيه، ايش اسمك؟ ميران. ميران الله يعطيك العافيه، شريت مني دينار.
اعطيني الدينار. كم واحد تبغى، ثنتين ولا واحده؟ ثنتين. اوكي شباب الحمد لله معنا ثنتين وهذا الدينار. ابو فله بالطريق، بالطريق جايين شباب. اخيرا لقينا احد راح يشتري المويه، فباقي هذه الحبه حبيها اياها بنص، فباقي حبتين ومع ايش اسمك؟ انس. انس الله يعطيك العافيه، هذه المويه تفضل وهذا النص. يا شباب جايين جايين بالطريق. يعطيك العافيه انس حبيبي، شكرا. في جاني شخص مجهول ما اعرفه، قال لي امسك هذه الدينار، فشرالي ثنتين وقال لي وزعها على اثنين فبلاش، فيعطيه العافيه وكذا نكون خلصنا المهمه وبعنا دوري المويه الحمد لله. ويلا اللي بعد اللي بعد. طبعا زي ما تشوفوا جمعنا دينار دينارين، وهذا القروش دينار و25 قرش. شباب اللي يسأل كيف صار معي 3 دنانير و25 قرش وانا حاط دينارين ونص، الشخص اللي شرى مني قارورتين انا قال لي لا تصورني فما صورته، فقلت لكم الحين، فالحين معي 3 دنانير و25 قرش. ولا تنسوا لايك والاشتراك. كمل المقطع. راح اوزع ببلاش زي ما قالوا لي هذولاك الاشخاص وما ما حبوا يطلعوا، فيلا كمل. هاي المي ببلاش بس يعطيك العافيه، خليك مبسوط. صلي على النبي حبيبي. لقيت هذا الشيء الجديد، لوزين كب كيك في 18 حبه، فانا راح ابيع تقريبا على الحبه بربع دينار، نطلع باربع دنانير، فان شاء الله انه يكون شيء ناجح. بسم الله توكلنا على الله. بس شباب الكب كيك ما تقريبا ما حد يبغى يشتريه، فشكله استثمار فاشل، وطارت منه دينار 70 قرش. ان شاء الله ان شاء الله نلاقي احد يشتري، لانه يمكن لي ساعه او ساعه ونص قاعد احاول انه ابيعه ولا احد راضي يشتري، فانا يعني تقريبا ندمت اني شريته، بس ان شاء الله يكون كل شيء تمام. انا ما قلت لك كم صار معي مبلغ بعد ما شريت هذا، انا شريته دينار و70 قرش، فباقي معي دينار ونص، فنحاول انه نجيب شيء. شباب بعنا دينارين، بس اللي بعته اياه ما كان يبغاني اصوره، فقعدت تقريبا ساعه ونص عشان ابيعه. هذه الدينارين تقريبا كامل الارباح اليوم، دينارين هذه القرشين قروش تقريبا دينار ونص القروش تقريبا، فيكون معاه كله ثلاثة ونص وخلاص راحت الانوار وما في شيء. وشباب قولوا لي ايش تبغوا اسمي السلسلة، وايش تبغوا افكار ثانية، فتبغوني اشتري مايك، تبغوني مثلا اقدر اكل من مثلا من البيت او شيء زي كذا، وانام اكيد انام بالبيت ولا برا البيت، فاكتبوا لي بالكومنتات. انسوا اللايك والاشتراك، هذا شيء مره خمسه، نجيبكم مقطع ثاني سلسله ثانيه. السلام عليكم شباب، لا تنسوا منصه احسان اللي حاب يتبرع، الرابط في الوصف. الله يعطيكم الف عافيه، ونحاول ان شاء الله كل ما نسكر مبلغ نزيد 20 دينار عندي عشان نقدر نسافر ونوصل لابو فله. وشكرا لكم على المشاهده، واكتبوا لي اذا عجبكم المقطع واذا لا وايش حابين اسوي، ونشوفكم مقطع ثاني. سلام عليكم.